ومن بيروت ايضا ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج علم. استاذ جورج، اهلا وسهلا بحضرتك. 17 من نوفمبر الجاري سيكون موعدا لجلسه سادسه، والامال ليست معلقه على الاقل بهذه الجلسه في ضوء التطورات المتاحه حاليا. سله التفاهمات يجب ان تدار من الداخل، تفاهمات حزب الله مع التيار الوطني الحر للوقوف على اسم مرشح يرضي باقي التيارات، ولا صيغه التفاهمات الاقليميه هي التي ستفضي الى مرشح توافقي؟ الحقيقة نحن أمام مسرحية تضييع الوقت والتوغل في الفراغ، وبالتالي كل ما يجري حاليا هو طبعا من الإشكالات التي تسمى محاولات انتخاب رئيس، لكن الكل مقتنع بأنه عاجز عن انتخاب هذا الرئيس نظرا لغياب عنصرين أساسيين. العنصر الأول، ليس هناك من حوار جدي في الداخل بين المكونات التي يتعلق منها المجلس النيابي للوصول الى تفاهم حول اسم الرئيس. وبالتالي حاول الرئيس نبيه بدري ربما طبعا الدعوه للحوار، لكنه نعى الحوار عندما قال بان كتلتين مسيحيتين عرضتا الحوار هما القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر. لذلك في ظل غياب الحوار من الصعب جدا انتخاب رئيس، نظرا لان اي كتله لا تحصل على الاكثريه المرجحه في المجلس النيابي، وبالتالي لابد من تفاهم بين الكتل على الاخراج. الامر الثاني والمهم ان الدول المعنيه في لبنان مباشره او غير مباشره لم تتفاهم فيما بينها حول كيفيه الاخراج. اولا لان لها مصالحها ولان لها عمومها ومشاكلها نتيجه ما يجري من تداعيات على المستوى الدولي من جراء الحرب الأوكرانية، وثانيا لأن هناك نفط وغاز في لبنان، وبالتالي التنافس على مساعدة لبنان إنما تنطلق من مصلحة كل دولة حول إمكانية استثمارها في هذه الثورة الثروة المكتسبة. لذلك لا أرى أن هناك طبعا انتخابات لرئاسة الجمهورية، فالفراغ سوف يطول جدا. أضف إلى ذلك أن الدول المؤثرة على الساحة اللبنانية ليس من تفاهمات ما بينها، لأن كما أشرت هناك الكثير من المصالح ما بينها المتباعدة، وتنقلي هذا أو ينقلي هذا على عدم التوافق على إيجاد صيغة معينة للبنان. الشيخ نعيم قاسم في فترة الشغور الرئاسي السابقة ما بعد الرئيس ميشيل سليمان قال من يفتش عن رئيس جمهورية عليه أن يسلك طريقا واحدا ينتهي به في نهاية الطريق إلى العماد ميشيل عون، وقد كان ما كان بالفعل، وتوافق اللبنانيون طوعا أو كرها على اسم الرئيس المنصرف ميشيل عون. هل على الجميع أيضا أو على لبنان أن يتأهب لخيار حزب الله أيا يكن اسم مرشحه، فهو سيكون رئيس الجمهورية القادم؟ أستاذ جورج، السؤال عليه؟ نعم السؤال طبعا 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 الإجابة واضحة وبسيطة. ما كان عليه التوازن الدولي الإقليمي عندما تبنى حزب الله ميشيل عون اختلف تماما. حزب الله اليوم لا يستطيع أن يفرض رئيس، لكن بالمقابل لا يمكن للآخرين أن يفرض رئيس لا يقبل به حزب الله. لذلك الطريق واضح، إذا كان هناك من محاولات محلية وهذا أمر مستبعد، لكن إذا كان هناك من محاولات يجب أن يكون هناك تفاهم ما بين حزب الله ومن معه وبين مكونات 14 أذار ومن معها، وبالتالي هذا الحوار كما أشرت غير ممكن لأنه معاه الرئيس نبيه بدري. نعود إذن إلى المعادلة العربية الإقليمية الدولية. هل من معادلة جاهزة الآن؟ أنا لا أرى ذلك. أولا هناك تخبط مصالح بين هذه الدول التي لها طبعا تأثير على الساحة اللبنانية. ثانيا ليس هناك بعد مسمار واضح كيفية انتخاب رئيس، لأن المسألة ليست مسألة شخص في لبنان من يحكم لبنان، إنما المسألة هي مسألة النظام في لبنان الذي أوصل لبنان إلى ما هو عليه من طبقة نهبت الشعب اللبناني، نهبت المصارف ولا تزال تتحكم بمقاليد السلطة. والسؤال المطروح، إذا اخترنا قديسا للبنان طبعا ليكون رئيس جمهورية، هل هذا القديس قادر أن يخترع معجزات في ظل الطبقة السياسية؟ إطلاقا. لذلك المواصفات لا تقتصر فقط على الرئيس، وإنما تقتصر على النظام، بمعنى أي نظام يفترض إصلاحه لكي يأتي رئيس يبدأ من خلال هذا النظام
عملية إنقاذ لبنان من الهوة الشحيقة التي بلغها. أعود فأكرر، اليوم هناك الصندوق النقدي الدولي الذي يطالب بالإصلاحات. يطالب بالإصلاحات من؟ من الذين نهبوا لبنان، نهبوا المصارف، أوصلوا الشعب اللبناني إلى هذا الدرك الذي وصل إليه، وبالتالي كيف يطلب من المخرب أن يكون مصلحا؟ هذا الأمر مستحيل. لذلك هذه هي المهمة الرئيسية المطلوبة سواء من الدول الشقيقة أو الدول الصديقة، بمعنى أن هذه الدول عندما تجتمع لتنقذ ما عليها أن ترسم خارطة الطريق ليس فقط للرئيس، إنما لبرنامج العمل الذي عليه أن يحققه لكي فعلا يستطيع لبنان الخروج من الأزمة التي بلغها. أستاذ جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك.